من حصار العدالة إلى حصار الصحافة والإعلام، أرادت الجماعة أن ترهب الجميع. لا أحد يرى، لا أحد يسمع، لا أحد يتكلم. إعلام كذاب باطل، إعلام عميل باطل. وتحت وطأة الحصار تماهى البعض مع الجماعة ولم يمانع خدمة أهدافها. الإخوان مروا بمرحلتين، مرحلة ما قبل 2011 كانوا بيتذللوا للصحافة وتوددوا ليها ويشيدوا بيها ويقفوا معاها في أي موقف، وده مش في الصحافة بس. بعد 2011 حصل النقيض، بقوا يهاجموا الصحافة، يقللوا منها، يسخروا منها، وإحنا عارفين التصريح الشهير بتاع المرشد بديع، دكتور بديع، عن صحرة فرعون. شوفوا وسائل الإعلام قالت إيه؟ خلاص مش من حق الاخوان المسلمين تتكلم تاني باسم الشعب المصري. ليه يا سيدي؟ نتائجكم وحشه جدا في المحامين. طيب لما نبقى نتائجنا حلوه في اي نقابه تانيه، يبقى من حقنا نتكلم بشعب مصر ولا مش حقنا نتكلم باسمه؟ ما بيتكلموش في الموضوع ده خالص. فاكرين سحره فرعون قالوا ايه؟ احنا بنفخر في الوطن ان احنا من اليوم الاول ضد الاخوان، وان الاخوان كانوا زي ما بيقولوا كده شايليننا على راسهم. وعارفين ان معظم هيئة التحرير ضد الاخوان وضد افكارها، نقدر نقول احنا كنا كاشفينهم بدري. احنا من اليوم الاول، انا فاكر ان اول مقال كتبته بعد تولي مرسي اسمه فشل مبكر، قلت اللي قاعد لحد دلوقتي ما شكلش حكومه ومش عارف يشكلها، والناس كانت متخيله او هم اوهموا الناس ان عندهم مشروع للنهضه ومشروع ومشروع ومشروع، ده معناه ان هو بيعلن فشله مبكرا. ده ادى ان الجورنال اتحرق مرتين، جماعه الاخوان تسلط ناس يجوا يحرقوا الجورنال، واحنا تعاملنا مع حصار مدينه الانتاج الاعلامي كان واضحا وكان علامه فارقه على فكره. اولا ليس فقط الحصار المادي، لكن الشيطنه المعارضين لها اعلاميا وتصويرها انهم يعارضون الله ورسوله ويعارضون الدين ويعارضون الشرع وأنهم خارجين عن المال. هذه أمور في مجتمع مثل المجتمع المصري شديد التدين أو المجتمعات العربية عموما، هذه الأمور تعتبر اغتيال معنوي حقيقي. يكفي العودة إلى الخطاب الشهير الذي ألقاه محمد مرسي في قبل ثورة 30 يونيو بأيام قليلة. هو هدد كل القوى السياسية الأساسية، وهدد الصحافة، وهدد مكرم محمد أحمد على الهواء. مكرم محمد أحمد، هو كان من الثوار، نقابة الصحفيين قامت عليه وطلعته واختارت حد تاني. وبعدين بعد سنتين الجو كده في وجود الرئيس الطيب اللي بيقول لازم مش عارف ايه. فتذكر كان لدي لقاء على إحدى القنوات الفضائية المصرية، وعندما وصلت أنا بالفعل وصلت إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، وعندما وصلنا وجدت أحد الوجوه اقترب من الشباك، ويعني كان أحد الأشخاص طبعا هم جماعة حازمون، وبص كده داخل العربية، ومجرد أنه شافني قال راح استدعى يعني رفقائه وبدأوا بتكسير العربية، ولكن السائق كان عنده قدرة في الإفلات منهم. أعتقد أنه كان من الطبيعي جداً أن الإخوان يكرهوا الصحافة ويكرهوا الإعلام الحر ويكرهوا الفن، لأن هي دي الوسائط اللي الحرية باينة فيها. تركيبة الحزب الديني هي ملهاش غير مسار واحد، لأنها لا تؤمن بالتعددية ولا تؤمن بتداول السلطة. لو هذه الأمة بصدور عارية تعرضت للقتل فقتل منها مليون عشان يعيش 90 مليون في كرامة وعزة، فسنحيا كرامة. في سبتمبر 2012 كانت هناك مفاوضات سرية بين وفود الجماعة وصندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي كانت لديه شروط طرحها على محمد مرسي والجماعة فيما يخص تقديم الدعم لمصر في هذه الفترة، وكانت الأوضاع الاقتصادية بدأت تتطهر للغاية، وحصلت على مسودة خاصة بالاتفاق وقبول الجماعة للشروط، وفوجئت بأنه هناك حالة من يعني الامتعاض الشديد في أوساط الجماعة وصلت إلى صندوق النقد الدولي، وتحدث إلي مسؤول في الصندوق عن كيفية الحصول على هذه المعلومات، وأجبته أنه الصحفي لا يكشف عن مصادر معلوماته، وبالفعل نشر هذا التقرير في صحيفة الأهرام في هذا الوقت،
وكانت الغريب أن الخارجية الأمريكية أيضا تدخلت بالسؤال عن مصدر التسريب للتقرير وكيف وصل إلى الأهرام. ومن بعدها أعتقد أنه كان هناك ما يشبه قرار بإنهاء عملي في واشنطن.